من الممكن أن تقتل أكثر من عصفور بحجر واحد، ولكن ما حدث أن طوبة واحدة قتلت حلم 60 مليون شخص. أهلا بكم في حلقة جديدة من ملعب رمضان، برنامج يومي نقدمه لكم على موقع وجريدة أهل مصر في الشهر المبارك. الزمان 28 فبراير 1993، المكان استاد القاهرة الدولي، الحدث الجولة 66 من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم أمريكا 1994. في ليلة رمضانية حشد الجمهور المصري استاد القاهرة الدولي، كان من المقرر أن يقام وقتها في الولايات المتحدة الأمريكية، المباراة بين مصر وزيمبابوي. منتخب مصر يحتاج للفوز على زيمبابوي بأكثر من هدف من أجل التساوي في النقاط مع منتخب زيمبابوي منافسه في المباراة. مباراة بين مصر وزيمبابوي يأمل فيها المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على منافسه منتخب زيمبابوي على بطاقة التأهل من هذه المجموعة. الفوز ولا بديل عن الفوز يرغب منتخب مصر في تحقيقه في هذه المباراة وبأكثر من هدف. تفاجأ كل مشجعين المنتخب المصري باستقبال منتخب مصر هدف أول في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، سجله لاعب منتخب زيمبابوي في الدقيقة 5. ثم يحاول وتتوالى محاولات المنتخب الوطني لتسجيل هدف التعادل في مرمى زيمبابوي، لتتكلل مجهودات لاعب المنتخب الوطني بالنجاح عن طريق أشرف قاسم في الدقيقة 35 من عمر اللقاء من ركلة جزاء تسبب بها حسام حسن. لم يتعدى سوى 7 دقائق ليعلن حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر عن نفسه بتسجيله الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، ليخرج منتخب مصر متقدما في النتيجة وتعم الأفراح أرجاء ملعب استاد القاهرة وكافة أنحاء مصر. إنجاز سيتكرر، منتخب مصر في كأس العالم 1990 وتكرار التجربة والإنجاز مرة أخرى عام 1994، ولكن طوبة طائشة دفع المنتخب الوطني ثمنها من مدرجات الفراعنة بعدما اصطدمت هذه الطوبة في رأس مدرب زيمبابوي، ليضطر حكم اللقاء في استكمال المباراة ولكنه دون بعض الكلمات في تقريره جاءت ضد مسيرة وأحلام المصريين. حكم اللقاء كتب في تقريره أنه اضطر لاستكمال مباراة مصر وزيمبابوي خوفا على الأرواح للاعبين زيمبابوي وروحه الشخصية، بعدما تعرض المدرب لطوبة طائشة تسببت في سيلان دمائه على أرضية استاد القاهرة. هذه الطوبة كانت سببا في أن يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في إعادة مباراة مصر وزيمبابوي وحسم المتأهل من هذه المباراة من خلال مباراة ستقام يوم 14 إبريل 1993 في مدينة ليون الفرنسية. هذه المباراة على أرض محايدة يتم فيها حسم المتأهل من هذه المجموعة، لتنتهي هذه المباراة بالتعادل السلبي ويفشل المنتخب الوطني المصري في تحقيق المراد وتحقيق الهدف من هذه المباراة، وهي الفوز على المنتخب الزيمبابوي من أجل التساوي معه في النقاط والتأهل إلى مجموعة الفاصلة والمؤهلة لكأس العالم بالولايات المتحدة، ليتأهل المنتخب الزيمبابوي على حساب منتخبنا الوطني ويقع في المجموعة الرابعة، ولكنه لم ينجح سوى في جمع 4 نقاط فقط من 4 مباريات لعبها. في المقابل نجح المنتخب الكاميروني في حصد 6 نقاط من 4 مباريات لعبها، ليتأهل المنتخب الكاميروني رفقة منتخب نيجيريا والمنتخب المغربي ليمثل قارة أفريقيا كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية. وتتسبب هذه الطوبة في القضاء على حلم منتخب مصر في تكرار إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم 1994 بعد إنجاز 1990، وقد كان سيكون إنجاز
كبير في تاريخ كرة القدم المصرية بالتأهل إلى كأس العالم في نسختين متتاليتين. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة من برنامج ملعب رمضان اللي بنقدمه لحضراتكم كل يوم في شهر رمضان المبارك. ربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بخير، وانتظرونا في حلقة جديدة من ملعب رمضان.